عراقي بمناسبة فيوتشر وإنبي النهاردة، بوبو وعمر كمال في مفاوضات من الأهلي. لا مش مفاوضات، هم دول الاثنين لعيبه أيوه المصريين الوحيدين اللي كولر مطلعهم بره الحسبه بتاعته. بمعنى كولر اي لعيب مصري هتتعاقدوا معاه او اي لعيب اجنبي اشوف له 15 مباراه متتاليه. دول مش دول هو شافهم خلاص. هو شافهم دول هو مستقر على اختيار. تعاقدوا معاه. الاهلي دخل واخد مفاوضات. واخد مديهم الجرين لايت كارت بلانش ده بيقول. روح. الاثنين دول انا بقول لك الاهلي هتكون، وزي ما بقول لك ده برده مش الدولار بس، كمان في الفلوس المصري. الاهلي مش هيخش في اي لعيبه. تمام. اللعيبه اللي هو مركز جدا جدا، اللعيب اللي جاي ده هيمثل اضافه. من وجهه نظرهم الثلاثه لعيبه اللي هيمثلوا اضافه والثلاثه من فيوتشر. عمر كمال عبد الواحد، بوبو، محمود مرعي. دول الثلاثه لعيبه اللي من وجهه نظر كولر ان هم ممكن يمثلوا اضافه، بخلاف طبعا اللعيبه الاجانب. من الاجانب بقى المستثنى مين؟ موليك. موليك، لكن يعني الباقي حمزه لسه هنوري لسه، لا حمزه هنوري بيتفرج عليه. بيتفرج. من اللعيبه اللي بيتفرج عليه. يعني عجبه مبدئيا ولكن بيتفرج عليه. وكيف ولكن بينزل اللاعب الكونغولي؟ يعني في كلام عليه ولكن مش دلوقتي. مش دلوقتي. بص يا امير، في قاعده. اول ما تلاقي اللعيب ووكيله، اصل انا منتظم مفاوضات الاهلي، اصل الاهلي بيفاوضني، اعرف ان هو بعيد. اعرف بتحصل ان كتير التفاوض فعلا. معاه عن طريق الوكلاء. يعني في تفاوض، ممكن يبقى في تفاوض بس عن طريق اللي هم الناس اللي بيتكلموا باسم الاهلي. بس خليك وسطاء. متاكد، اول ما مسؤول رفيع في النادي الاهلي، يكلم لعيب، اول كلمه هيقولها له ما تتكلمش في الاعلام. صح، هو ده اللي بيحصل. بمجرد ما يتكلم في الاعلام اعرف مش ان هو مش موجود، اعرف ان هو بعيد. يعني بينزل ده ممكن يبقى خير رقم 4 او رقم 5 في الاهلي.